جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. احنا مش نبدأ معاكم إلا عشوية حتى الستة متاع العشية كيما كل يوم تعودتوا بينا نفس الامبيانس نفس الفقرات إن شاء الله هكا ديما تحصل الإفادة من خلال فقراتنا في التور دو تابل تش عندك مخ الهدرة وإيش فيك وإيش عليك وما تنسيوش دائما احنا باش نكونوا معاكم في بوان إكستيريور بعد آخر الحلقة وين دائما نكونوا سيبلي للسائقي التاكسي كل نقدموا لكم تحية كبيرة برشا 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 من تو ما عليكم كين تعدلوا الموجة على 90.3 بشكل نلقاو الجولدن نمبر متاعنا وتربح الكادو من اهداء الفريدي جرسامي اللي ديما 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 مدللنا بالكادوات والحاجات الحلوة الكل تلقاو بيانسور بوتيك الفريدي جرسام في شارع الجمهورية وين يفرح بيكم تلقاو عنده لي برودوي اللي تحبوا عليهم الكل اللي يحب يبدل هكا التليفون اللي يحب ياخو اكسسوار مزيان الفريدي جرسام يفرح بيكم برشا برشا تحية ليكم وتحية للناس كل اللي قاعدة تفرج علينا فيا فيسبوك تحية أيضا للإكيب اللي قايمة على جوك على 90.3 ابتداء من الإكيب تكنيك تحية كبيرة برشا برشا لقائد الفريق إن بوخيت في الإخراج التقني ديما ترجع لنا أيضا تحية لي سهيل زميلنا في الديجيتال زميلتنا أنس اللي ديما منورة وباش نكون بعديك معاكم في بوان اكستيريور كيما العادة معاكم نور بيجي من قدام الميكرو وفريق كامل يكون معاكم كيما كل عشوية بالفقرات مرحبا حمزة بالشيخ عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا أنستونا وكلمة يمسيكم زاد واش تطويل العشية يقول لكم يمسيكم بالخير يا جماعة الرضا والخير والخمير يا سيدي اليوم برشا جو برشا هكا حاجات مزيانة من قعر القعر الخابية مش حكيوا عجدود كيفاش يثنيوا الركبه اليوم اسمع السيد هكا كيفاش على حسيلو خليكم وصول. خليكم برونشي هكا باش تسمعوا حاجه مزيانه اليوم مع ليكيب الكل ومرحبا بالعزيز الغالي اكيد مرحبا بك انت حمزه الشيخ مرحبا عزيز عسلامه نور بيكم بكامل الفريق وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا واليوم سي ابراهيم نورنا بحضور اكيد انتم تحبوا معايا ما تحبونيش تحبوني تو نسلم عليك مرحبا سي ابراهيم صحوينك سي ابراهيم يعيشك ديما منور سي ابراهيم كيما عاد في فقرة اشليك واش عليك من خلال الفقرة الجبائية وتساؤلاتكم اكيد نجمو تخليوها على الباج اوفيسيال نتاعنا كل ما هو تساؤلات فيما يخص القباضة الجبائية احنا هوني باش نجاوبوكم عليهم سينا محمد ركريتي جديدة معانا سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك نور مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فام مع 90.3 كالعادة نقعدوا التاكسيستية اللي يسمعوا فينا توا انا باش نكونوا في نقطة خارجية دونك يعدلوا موجتهم على 90.3 ويبقاو يستناو برشا كادوات ان شاء الله تري تري بيان الوغ يستناو كنتي وكل الفريق خارج الاستوديو في نقطه خارجيه احنا ان شاء الله باش نكونوا ديما معاكم في مختلف النقاط باش هكا اونسيبل الناس الكل وتلقاونا في برشا برشا بلايص تحيه للناس الكل تحيه للناس الكل اللي قاعده تبعثينا على الباج اوفيسيال نتاعنا دائما نحاولوا انه نخليكم تشاركوا معنا في الموسيقى وانتم تفوتيو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه من خلال 3 اكستري اللي اختارت همنا الوغ يلا اعطينا الاكستري الاول لينا شارمين حويجه متينه طقطقه هذه طقطقه لا والله يقولك حاجه هذه زيدها تمشي شويه قولي علاش خاطر لقيت هذه عندك بيه كوفي تايم وقت الكوفي تسخن الدنيا كي تسخن الدنيا زيدها نور بالحق الموسيقى هذه خير انيس كي انا نقولها هكا لا على مع القهوه تسمعوا لينا شارمين في بالي معك شكون اختارها انس مالا ذوق رفيع من عند أنس ماهوش مستغرب سينو اللي بعد ديبي الألفينات هذه فما شكون اقترحها أما ما نعرفش اسكو هو ولا لا حطيناها في هو ولا لا محمد هذه ليكس خي باش يفكرك ليه يفكرك بسيف نتصور
في الألفينات بالضبط في 2009 فوالا فمش سالدو سبور ما حطيتيه سينو سيدي اللي بعد اعطينا زمان سنكتان هيتش كور ولا زينب فان بالموسيقى التركية هذه انت عميل حمزة لا لا عميل سهيل المخضرم سهيل سهيل طب سي بون سافا سافا بيان لي كور نتاع التركيش سي بون مرسي مرسي ثقافته انجليزي فوالا الغنيه وقت اللي تمشي تشوف تشوف سهيل اللي غنيه تفكر وقت اللي كنا نغنيو all that she wants all my chi boys هو يعمل في نفس الشيء اكزاكتومون شنو كان تحبوا تسمعوا واحده من الاغاني هذه تنجموا تفوتيو عليها بالرياكت على الباج اوفيسيال نتاعنا تسمعوها اخر الحصه احنا دائما هكا معاكم نحبوا ديما نبثوا الايجابيه ونبثوا الفرحه لقيت هذيا ال 21 دقيقة مسيش وقايد نتاع هكا بريك ثم اللي قاعدين تسمعوا فينا في كرهبكم في اللي تكشي في الخدم مسيش خوي نعملوا هكا 3 دقائق بوز مع الموزيكا وبرشا برشا هابي مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا جوك عاش 93 الناس كلي معضلة الموجة علينا واختارت الحياة فهم باش تكمل لنا شوية معنا دائما لقيت هذي نختار ونحكي والعديد المواضيع الموجهة ليكم في التور دو تابل جوسميت التور دو تابل وقيت التور دو تابل عرفنا عمين بعد جائحة أو قبل يعني قبل الكوفيد ووقت جائحة الكورونا عرفنا نوعا ما نكسة اقتصادية اللي أثرت أكيد على السياحة مش كان على تونس على العالم برمته وأثرت علينا احنا بما أنه احنا تونس عنا السياحة كحاجة وجانب مهم برشا برشا في اقتصادنا ولكن الحمد لله فما مؤشرات بالخير واستنادا إلى بارومتر الوجهات اللي قام به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه ليكو توريستيك تصنفت تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين خلال الفترة القادمة حسب حجم المبيعات التي تم تسجيلها في شهر أفريل 2022 يعني تطورت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 أي قبل الجائحة ألو خبير كيف من هكا قبل الصيف ينجم كان يبشر بالخير ينجم يعطي مؤشرات إيجابية خاصة كما كنت نقول اللي السياحة عندها دور كبير في اقتصاد تونس تعليقاتكم عندكم أضيف عزيز الحق نور من نجم يكون كان خبر مفرح من أجل ازدهار وانتعاش القطاع السياحة في تونس خاطر القطاع السياحة كما نقولوا في يمثل جزء كبير من الاقتصاد التونسي هو ركيزة أساسية كما نقول صحيح ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي خاصة معناتها كما نعرفوا العوام الأخرى كانت عش ظروف صعبة قطاع هذا بالنسبة للقطاع السياحة كورونا وغيره الحقيقة وبرشا وتلة سكروا وقتها هبطوا برشا وتلة في سوسة وبرشا مناطق سياحية أخرى كانوا سكروا ومرة عملوا ريبورتاج في سيدي بوسعيد اللي يبيعوا في التحف وغيرهم زادة سكروا توسكي ارتيزانال توسكي معناها حاجات حرفية خاطر احنا غير المقليل وانو شكون يأخذ الحاجات معناها نوعا من الارتيزانال الحرفية يعني التقليدية ديما السيسيبلي أكثر للتوريس الو نلقى برشا قطاعات مالوغوزمون يعني عانت من نقص وخاصه في جائحه الكورونا اللي ما فهمش سياحه كومبليتمون كيما قلت انت فما هاك خاصه الحرفيين الصغار اللي عندهم الحوينتات نتاع السعف اللي عندهم الحوينتات نتاع الجلد اللي عندهم التحف قاسيو برشا برشا من غير ما نحكيو على لوتيلغي والحق نحن على حسب اخر التصورات معناتها وكان تكلم وزير السياحه نتصوروا انه الصفه هذه بشاشه انتعاشه ديجا باش يعملوا برشا مهرجانات كما مهرجان في جربه باش ينظموا كانوا باش ينظموا ما نعرفش وقتاش اجلوه زاد القمه الفرنكوفونيه وبرشا غير الحقيقه نتصوروا كانوا باش مش انت عاشه مش الشعب القدي يعني هالانتعاشه هذه باش تشع على العديد من القطاعات واولهم قطاع السياحه واكيد من خلاله الاقتصاد والثقافه وغيره من القطاعات سي ابراهيم اش قولك في الانتعاشه اللي ان شاء الله على قريب هكا باش نرجعوا نعيشوها احنا ديجا هكا بدات البوادر تظهر في الفتره هذه احنا هي بشره هامه جدا نعتبرها هنا
وهي معناها باعتبار أن الفرنسيين يحبوا برشا تونس يلقاو راحتهم في تونس، يلقاو الشيء اللي يحبوا عليه كل في تونس. معناها البحر والسمش، معناها المناطق الخلابة والجبال، معناها ثم برودوي في تونس يقبل عليه ويحبوا برشا. وهذه كما قلنا بادرة باهية باعتبارها مش 500 أكثر من 500 ألف عائلة مش تلقى مورد رزق. أكيد اللي كان ضايع بعد في الكورونا عامين وهما مساكن قاسي وثم ناس معناها وصلت بعد حتى أملاكها راهو. فهمت؟ دونك هذه بشرة هامة. برشا مهن اندثرت زيد. برشا مهن أنا جبتهم أنتم سيدي بوسعيد، أنا ديما نمشي سيدي بوسعيد خاطر عندنا ديما في المولد نمشي وديما غادي وعندنا معناها علاقات هامة ديما نعملوا معارض. ونرى الأشياء أشياء وناس تحكي لنا عن قرب. صراحة والله شيء مؤسف جدا. لكن الله غالب، هذه مش إرادة الدولة. ودول ما قاش باش تتعاون لكم تعطوا فيهم في 200 دينار في الشهر في اغلب العمال، لكن ديما مش غير كافي. تعرف انتم توفى الزيادات هذه حاسبوا مش موضوعنا هذا، هذه بشرة هامة جدا وان شاء الله اول الغيث يقاتلوا ثم ينهمروا. بالضبط احنا نعتبروها يعني بوادر انفراج. امس ان شاء الله حصيلوا بدايه الغيث يكون نافع قدره ربي ان شاء الله مع دخول الصيف اللي هو دخول الفرحه، ان شاء الله نفرح ونرجع ايامتنا، ايامتك السوق اللي كي تدخله هكا وتلقى كل الكومبرومون، تلقى ديزني وندزك وكل حوانت الارتيزانا، تسمع كان منا بالالمان منا بالايطاليان اللي فقدناه بالحق والله. وحاجه مهمه اخرى، مشهد بقى راسخ في ذهني مليون صغير، اكل مشهد نتاع الصنايعيه اللي خدموا في البلغجي هذيك كل اللي بروديو ارتيزانا كل ان شاء الله يرجعوا خاطر بالحق توا ثم يمكن 10 مواسم متتاليه تتعدى مكل بلاصه ما تلقاش كل عباده كل الحركيه كل اكلي ديما العباد من الصباح لليل وهي تخدم في لي برودوي ارتيزانا من جلد وتسكي توا حتى يعني غيرمون تلمون ما فماش كل الحركيه المعتاده اللي حتى كي تمشي هكا تحب كاحنا يعني كمحلين نمشيو للسوق ونحبوا ناخذوا حاجات دي ارتيزانا نقول ما راهو فما صعوبه بما انه ما فماش حركيه غيرمون يولي معناها ما يجيبش الماتيير بروميير نقص كبير معناها في الانتاج والانتاجيه. الو السياحه غيرمون تاثر على برشا حاجات خاصه عندنا في 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 تونس، حتى احنا كقروان اللي غيرمون طبعا تاعنا ماهوش سياحي 100% ولكن اثرت علينا. ما عندنا بالحق عندنا كما نقولوا برشا بلايص مزيانه يجي يحبوها سيرتو الفرنسيس. انا نذكر انا صغير يمكن سي ابراهيم يثبت عليها الحكايه ذي كي جا جاك شيراك حضرني معناها تصور انت معناها رئيس فرنسا معناها يجي القروان حتى كلينتون نتاع امريكا جات معناها كبير تاع ايران وبرشا واسد وجاو مارشال تيتو برشا الملكه اليزابيث صح تعرف مدام نور انا عشت في بجلادي وانا صغير وك تعرف بل كنا نقرا ونخدمه كنت فما بلاصه بجدي نخدم فيها فهمتني نخدم ونقرا به كانت الكيران تجي القروان اسبوعيا نهار الاثنين ما تلقاش في تاق توصل حتى المسبح البلد باهي وتتعبك البلاصه هذيك كل ساعه يدخلوا 10 15 كار صحيح تتصور انت معناها وبالوقت سي ابراهيم وحده تمشي بالوقت وتبدا معناها كما قال لك جحافل جحافل ماشي مع بعض وانت هكا والناس الكل تخدم ماشي الكل من الحب الصغير للبروسيسي الكبير ماشي الكل تعيش الفرحه الناس الكل تعيش الناس الكل تزور وجوهها مستبشره الناس الكل معناها عايشه في سعاده وهذيك القيروان القيروان راهي تفرض روحها على السياح واحنا اول الناس لازم نستبشروا بقدوم السياح الفرنسيس وغير الفرنسيس اكيد مرحبا اكيد بالسواح الكل الحمد لله اللي ان شاء الله هذه بوادر كما قلنا انفراج على امل انه ترجع الامور خير حتى من اللي كانت وهذه تعم ان شاء الله يعم الخير على الناس الكل يعطيكم الصحه هذه كانت التور دو تابل بالنسبه لليوم يلا مازلنا متواصلين دائما عندكم ما تنساوش الفوت على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه احنا مكملين معكم بمختلف الفقرات توت سويت موسيقى ورجعينا جوك عاد 93 كل الموجه اللي مازلنا متواصلين معكم اكيد حتى
للستة متاع العشية دائما لقاية هذايا لمحل شوية وقاية نوستالجيك وين رجعنا معكم عزيز للزمن الجميل تصفيت في مخ الهدرة. مخ الهدرة مخ الهدرة. مرحبا عزيز. عسلامة نور. اليوم باش نسافروا مع بعضنا لعالم لجو فيديو. ديما مسافرين احنا وي باش نحكيو على جو حقت نجاح عالمي وسواء كنت مغروم ولا ماكش مغروم بلي جو ما تنجمش تكون ما تعرفهاش. نسمع بعضنا الاكستري. It's me, Mario. It's me, Mario. Oh la la. هذه انت غير ما رجعنا باش ما نبداش انا رجعت للتسعينات ان توكا. هي اقدم من هكذا. اقدم ياسر. اي نعم اليوم باش نحكيو على السوبر ماريو الجو اللي تتبع لشركة نايتاندو واللي بدات عام 1981. اي نعم الفيرسيون الاولانية للجو كان اسمها جامب مان ومن بعد فيسع بدلوه الماريو على اسم صاحب شركة مقر نينتاندو في نيويورك واللي هو طالياني امريكاني واسمه ماريو سيغالي. مش عارفنا كيفاش جاي الاسم ماريو اما مبركها الساعة مبركها بدلوه الاسم كمشي يكون جسمه جامبان مسكين صبر يلبس كيما كيكا في السوسيتي نتاعو. لا لا والله اللي شفناه في الاوف مشبه الجمله الماريو اي ما عنده حتى علاقه. اما بون هما اقتبسوها كحكايه هني طالياني نورمالمون الجنسيه خاطر ماريو راه طالياني الجنسيه دوبل ناسيوناليتي طالياني امريكان. تري بيان بي شو اخر عام توا نحكيو على ديزاينر والكرياتور نتاع جو هذي واللي هو ياباني واسمه مياموتو. مياموتو نعم وقت اللي سالوه قالوا له علاش عملت ماريو بشليغم ولبسته كاسكيت طلع عشان يجاوب جاوب خاطر تو سامبلومون في الوقت هذاك التكنولوجيا ما تمكنوش باش يعمل باش يعمل فوم ويعمل شعر ولا لبسوا كاسكيت وعملوا شليخ مكبر باش يخطي غسيل فوم. والله سي تري انتيليجون معناها وجات الحكايه قفله معناها باش ما يعملش شعر وجرافيك كان عامل هو راه يفتق طلع الجرافيك الوقت هذاك. وزاد شو هذه كانوا عملوها في شكل فيلم لكن مالوريزمون معناتها الفيلم فشل على الاخر على عكس الجو. هو اول اسي كان لي يعني يقتبسوا فيلم من جو فيديو يعني اللي يسمع كيما كيقول باش تصير حاجه تكسر الدنيا ولكن صارت كومبليتمون الكونترير كانت فشل ذريع جدا خليها نورمالمون شركه والشيء هذا اللي خلى شركه نينتاندو تشري حقوق البث نتاع الفيلم هذا وتفسخوا جمله واحده باش الناس ما عرفتش التاريخ. واحنا هكا ولك احنا جينا اليوم ونحكيوا على الحكايه خاطر فما غير ما حتى شيء ما يتنحى من التاريخ ولكن كما قلت انت فشل ذريع برشا برشا. هذا ما يمنعش اللي جو ماريو يعني خلدت في اذهان برشا ذكريات. انا سوقي ضاعنا بحق قداش هكا ابخي تعدي فيها وقت برشا طفوله كامله برسك نلعب فيها وقتها بالنينتاندو باك الكاساتات. انا وصلت يا نور نحط فيك الشارجور نحط فيه فريجيدير باش يبقى عرفت مخي معناه صغير وما شنو كل الفاسون نلقى روحي اصبر صح نكونوا الناس الكل على فرد باش انا هو اللي نينتاندو اللي تحكيوا عليه اللي بعد اللاتاريك اللي نينتاندو الحقاني ولا هذاك اللي كان عرفت اللي نحطوا فيه الكاساتات ولا اللي ناخذوا فيه ب 10000 فرانك من السوق. امنا هذيك هي قبل هذيك هو هذيك الاتاري هذيك اللي بالكاساتات هكا هذيك الاتاري هذيك الاتاري انا فاق لعبت بالنينتاندو الحقا انت النينتاندو الحقا بعدها في الالفينات عام 2001 لا مش 2001 2002 3 4 باش كيما هكا صنعوا النينتاندو هذا معناها اكثر في الجرافيك اقوى في معناها في الكاليتي نتاع الجو وكل شيء وقوه الجو والتصويره زاده حاصلوا من وقتها زاده كل لعبه المعروفه زاده في النينتاندو في الكراش هكا بالنسبة لل هذه حقيقة جماعة هكا نتصور يعرفوها برشا منا ولكن سوبر ماريو هي المهنة نتاعو شنو غيرمون؟ ميكانيكي بلومبي هو الأوريجينال بلومبي ولكن من لبسة تفهم ولكن هو تقلد العديد من المهن منهم
الدكتور ماريو، منهم السواق نتاع الكراهب شحنات ثقيله برشا يعني في السبور، يعني برسك اكثر من 15 مهنه تقلدها. وتصديقا لكلامك نور، تفرجت في برشا افلام فيهم كما نقولوا دي شوفور تاكسي والا فك العربيات الثقيله الشاحنات الثقيله، يلبسوا نفس اللبسه هذيك ونفس الكاسكيت هذيك المرسيس تقول هو بالحق معناك خذا بعد كبير عند العباد ولا يقلدوا فيه في لبسته في معناها في الكومبورتمون ماك ديبوزي ديجا معناها ماريو ولات حاجه اكيد عالميه. نحكيو زيد على شخصيه دورت في 255 لعبه، عمل اباريسيون في قداش من لعبه، يعني ريالمون يعني بيرسوناج اللي اثر في طفولتنا. جو ماريو بقات لمده 24 سنه هي اكثر جو تحقق نسبه مبيعات في العالم، مش مستغرب بالكل. حتى 2009 وين جات جو اخرى كسرت لها الرقم مدى. صح المدة 24 سنة في التليفونات حتى الابليكاسيون في التليفون موجود تلقاها باش تلعبها تلقاها حتى الناس اللي يحبوا يرجعوا معناها هكا بالسوفونير واغلبيتهم مواليد اواخر الثمانينات والتسعينات عندهم فيكساسيون مع مع النوستالجي اون جينيرال معناها الاطفال التسعينات. الوغ هذه حقائق على السوبر ماريو، اللعبه اللي رافقتنا اجيال واجيال ومازلنا اكيد نحكيوا عليها الحقيقه من حاجات اللي بوتيتر بالك تتعاود حاجه اخر منها، ولكن ما نجموش ننفيو اللي هي اثرت فينا برشا برشا وكانت حاجه جميله في طفولتنا. يعطيك الصحه عزيز ضيف اللي كانت مخ الهدره. جوك على 93.3 Vous êtes encore branché à la Zahret la femme comme il معكم في جوك 90 3 حتى الاستمتاع العشيه وتو تويت هيتش عندك هيتش عندك اش عندك اليوم يظهر لي بوين كوم ما بيناتكم الكل حكيتوا على لي جو اما لي جو القدم زيد اما هذه جو سبيسيال شويه في حكينا عليها حمزه برشا مش شويه فوالا مرحبا مرحبا نور، مرحبا بيك وباللي قاعد يستنى فينا ويسمع فينا. يقول المثل قعدنا مكابي كل واحد فينا خايف على جروه في الخرب جيدادي. الله يريد النجاة في خصمه يفادي في غلبته وشمته العويل والولية واللي محاذي. والله واعلم يا اخوي سالم اني مغلوب غير خايف نقول وجاحدها من العنادي. هكا ناس بكري كانوا يعيشوا وقت لكان لا فما لا لودو ولا فري فاير ولا اونو ولا حتى سوبر ماريو. يا حسرة على ايام زمان وقت كانت البساطة اهم حاجة مقربة الناس لبعضها، كانت اللمة، كانت الحجرات والحفرات والظل تحت الحيط والطرح يبدا كاسح والرجال تحسب والصغار تتفرج وتتعلم. هي بالاساس لعبة قديمة اما برشا رجال كبار ما نسوهاش ومازالوا اليومنا هذا يلعبوها. الخربقة يا جماعة لعبة قديمة ياسر، والمؤرخين يقولوا انها انتشرت في عهد البيات يعني الدولة الحسينية، اما بعض الحكايات الشعبية تقول اللي هي لعبة جابوها الهلاليين كيف جاوا لتونس من مصر بعد خروج الفاطميين من تونس. وعلى اثر هذا بكله لقينا حكاية تقول انه الزازية الهلالية كانت مغرومة بهذه اللعبة وتسميت عليها خاطر كل يوم تلعب فيها مع ذياب بن غانم. الخربقة هي لعبة من الألعاب الذهنية اللي تقوم على التركيز وعلى التخطيط، وتقول الأساطير أنه الملوك كانوا يلعبوها قبل مع قادة جيوشهم باش يختبروا ذكاهم، واللي يخسر يعزلوه من منصبه. توا باش نقول لكم كيفاش تلعب بالخربقة، سهل برشا على خاطر يا جماعة الخربقة تصنعها وحدك، لا تشريها ولا تبيعها. أول حاجة تصور على الرمل 49 حفرة صغيرة بشكل يشبه لعبة الشطرنج، يعني متكونة من 7 سطور على 7 سطور، وفي الوسط تلقى حفرة تعتبر هيك الحفرة هي مركز اللعبة، وتعطي للاعبين الكل واحد منهم 24 كلب حشيكم. الكلب اللي هم الحصحصات الكلب في الحقيقة هذه هو حجر بلونين مختلفين ولا حتى حاجات أخرى كيما عجم التمر ولا قلوب الزيتون ولا حتى الببوش ولا حتى توا الغطيان متاع الدبس أو أي حاجة بلونين مختلفين. طريقة اللعب تبدأ بكل واحد من اللاعبين اثنين يعبي الحفر بالحجرات اللي يسميوها كلاب حتى تتعمر بكلها،
من بعد يبدأ كل واحد بتحريك كلبه واحد ورا واحد وكل كلب يجي بين كلبين للاعب الآخر يموت، يعني كل كلب يتحاصر من زوز كلاب يتنحى من الحفرة هذيك ويقولوا كلبك مات وإلا جروك مات، واللي يربع واللي يبقى عنده أكثر حجرات. اللعبة هذه تظهر سهلة وبسيطة أما فيها برشة تفكير وبرشة تكتيك وحسابات، هيك علاش بعد المرات يبقى والشياب يلعبوا فيها ساعات وساعات، وبرا عاد أكل براد التاي يبدأ يركرك. والحاجة الباهية في وقتنا توا اللعبة هذه ولت في أبليكاسيون في التليفون بتسميات مختلفة من دول عربية وخليجية، يسميوها في الخليج السيجة، وفي الجزائر يسميوها الخريبقة، وفي ليبيا يسميوها السيزة. إن شاء الله تكون عجبتكم الخربقة وننصحكم تيليشارجيوها في الابليكاسيون. ولات بالابليكاسيون. ولات بالابليكاسيون وتطورت أمورنا. حسيلو باش نلعبوها توا هكا على من اللعب بالحق من أول اللعب الفكرية اللي معناها برشا من جدودنا لعبوها واللي ما تطلبش معناها إمكانيات مادية كبيرة برشا غيالمون صحيح بدائية اكزاكتومون ولكن فيها تكتيك برنسيب هيش بهل الشطرنج راهو شوية استراتيجي فوالا يعني كانوا قبل وقت الحروب والمماليك كل شيء كان القائد الجيش يلم اللي تحته الكل ويلعب معاهم باش يختبر الذكاء نتاعهم يشوفهم اسكو هما معناها فك المهمه هذيك معناها هما العباد المناسبه في المكان المناسب ولا واللي يخسر يعزلوا كما قلنا في الفقره هذه هي الخربقه رغم حتى للجينيراسيون تاع الجديده ميسيل كي نجربوا حاجات او لعب بدائيه مزيانه شوفك تصور شوفك تصور نور بالحق حاجه راهي مزيانه رجعنا رجعنا تصور سهيل سهيل فوالا هذه معناك حتى على البحر لعبوها معناها ريت هذوك من الحفرات اللي 49 حفره كل حفره فيها الحجر والحجر هذاك شو حمزه اخي يعني ملول هي بالحصحاص ملول بالحصحاص وتتلعب لا ولازم لازم لونين ديفيرون معناها يكونوا فهمتك يا حصحاص معناها لون وحده والا معاها قلوب تمر ولا قلوب الزيتون وثم شكون وثم شكون يعمل ببوش وقلوب زيتون ولا ببوش وتربى وتمر ولا فهمتني كل واحد وكيفاش كل حد وكيفاش ولكن دائما هكا يعني على هذيك حد هذيك بالحصحاص والببوش هذيك فوالا صح الوغ حاجه محليه محليه مره واللعب اللي يكونوا ملموسين اللي غير الموت تمس فيهم يعني تعيش اللعبة وتمس اللعبة بطريقة هكا مزيانة على الأخر أنا على فكرة أنا على فكرة نور لعبتها أنا كيكرة أنا عشتها والله مزيانة على الأخر ربحت ليه مربحتش ما شبيك عبيد راي اللي ساعات تقعد تلعب معاه يعدي نهار وكامل راهو هو متربع وبرد التيب جنبه باش يبني يلعب سي نورمال باش تخسر اما بيا كوم اكسبيريونس اكيد فوالا تري بيان حمزه يعطيك الصحه اللي عرفتنا على لعبه الجدود الخربقه فيها تشعندك هيدش عندك يلا مازلنا متواصلين بالنسبه للاغاني تنجموا تفوتيو عليهم سهيل من غادي يقول لي قولهم يفوتيو للغنيه نتاعي الوغ هذه فوت نوتر يا جماعه صوتوا على الغنيه اللي تحبوا تسمعوا اما سهيل الى نسيت قال لك انا حاب اسمع الغنيه نتاعي اخر حصه بون مسيش انا نعطيك كود ما الغنيه اللي اختارها سهيل الغنيه التركيه وبرشا منكم يحبذ الاغاني التركيه اكثر منك اكثر منك يا سهيل يلا مكملين معاكم تسفيت ترى معايش ورجعينا جوك عاد 93 دقيقة بعد الخمسة مرحبا بالناس كل مرض الموجة علينا كي الموزيكا متواصلة معكم هذه الأجواء في جوك عاد 93 دائما بمختلف فقراتنا ونمشيو الكل ما هو قانون واش عليك بالضبط في إيش ليك واش عليك هكا اليوم باش نتعرضوا لحق الشفعاء في القانون التونسي خاصة اللي طلبت القانون والناس اللي تعرضت للشفعاء في حياتها اليومية اليوم باش نحكيو عليها باكثر التفاصيل مرحبا بيك سي ابراهيم الشعيبي وائل كرمالي اكيد باش نحكيو على حق الشفوعه مرحبا نور مرحبا بكافة المستمعين اليوم باش نتناولوا موضوع هام جدا باعتبار الموضوع هذا يهم برشا توانسه ومنهم خاطر الشفعه هي اخولها القانون خولها القانون لكن ثم بعض الاشخاص استغلوها باش يستحيلوا على الناس بالضبط دونك هنا باش نحكيو على الشفعة
من الجانب القانوني الايجابي مش السلبي. خلينا نفسروا لهم الساعه حق الشفعه حق الشفعه نبسطوا لهم الحكايه. باه الشفعه هي اصلها جات للمحافظه على التشتت الملكي. نقولوا زوج من الناس يملكوا على الشياع معناها بعضها قطعه ارض ما بين قاسمينها. واحد منهم ما نجم يبيع او ما يعلم الجار نتاعو يترك بعد المنافذ ولا كذا في طرف بعطيه اجل نتاع مده باش هو يشفع فك الارض ذيك يرجعها. والذي كان ما يعلموش عنده 6 اشهر باش ينجم الاخر يقوم بالحق. هي شوفوها تصح كان في كي يبدا عقار على الشياع الشياع. باهي ثم حالات ما فيهاش ما يجيش فيها الشفعه تو نحكيو فيها اما تو مش نحكيو معناها وقتاش تقع الشفعه. الشفعه اذا كان العقار يكون على الشياع الشياء. باه والحق نتاع الشفيع اللي مش يعمل الشفعة اللي يسترجع أرضه هو المحافظة على تشتت الملكية. المحافظة باش مشيش إيجار جار سوء لطفالين بعدين فهمتني باش مشيش إيجار ما تفهمش هو إيه وقلقه يقول لي معناها سبب باش السيد هذا كي يبيع دار ويهرب فهمتني. هذه اون برانسيب الحالات اللي فيها الشفعة معناها بصفة عامة هي المحافظة على استقرار على استقرار الشريك هذاك محل السكنة والمحافظة عليه وما يكونش سبب باش الازعاج ذكرته. باهي الشفعة هي ما تصحش وقت اللي في حالات ثم هيبة. باهي في الهيبة الحالات اللي ما تكونش ما ثمش الشفعة في حالة الهيبة ولا التنازل ولا الميراث. خاطر الميراث كيفاش الميراث معناها البو توفى مش خلي اولاده هذوك ما هم العائله نفس العائله فهمتني. والهيبه الهيبه مش تكون اما اسندون ولا ديسندون. الهيبه ما يبوع الراجل يهيب لمرته ولا لامه وابوه فهمتني وهيب لاولاده. دونك معناها في اطار العائلي ديما تقعد في الاطار العائلي هذاك علاش مشرع باش يحافظ على الارض هيك ويحافظ على التشتت الملكيه ويحافظ معناها على الجار اللي على الهدوء والاستقرار بتاع الجار اللي مش يشفع. واضح الجوانب هذه. واضح جدا. وهو حق ثابت لمن يملك مع اخرين على الشياع عقارات او حقوق عينيه عقاريه باش يشري هاك اللي عنده الحق بالشفعه باش يرجع العقار اللي مش يبيعه جاره اللي يملك معه على الشياع. واه لهنا يعني بالنسبه للناس اللي عندهم غير ما حق الشفعه الاجيال قداش عنده اجيال باش يعلم بار اكزومبل اللي عنده الارض باش يعلم جاره وراني باش نبيع خويا كان تحب يعني تشري الارض هذه قداش عنده هو نورمالمون يلزم يعلموا في ظرف شهر يعلم في ظرف شهر فهمت. واذا ما يعلموش الاخر واللي ما يشفع مش يشفع بعد 6 اشهر يعلم من اطراف اخرى ولا من اي مصادر اخرى عنده 6 اشهر باش يقوم منافع سي ابراهيم كان تمت البيعه لو فرضنا تمت البيعه والجار من بعدك سمع اسكو ينجم يطعم فيها يعني يطعم في ظرف 6 اشهر في ظرف 6 اشهر في ظرف 6 اشهر في ظرف 6 اشهر يطعم كذا. هي كما قلنا لكم قلت للساده المستمعين هي عمليه قانونيه لكن ما تعرف ديما ثم الاستثناءات ثم لو بون كوتي ما ثم ناس عندها معناها السيره بتاعها تلقاها نبيله والغايه بتاعها نبيله وثم ناس عملتها مصيده للتحية. احنا تحدثنا المره فاتت على الحكايه هذه قلنا يا ناس ردوا بالكم في حالات الشفعه كي تشري عقار شوف انت راه ثمش شخص يشفع في العقار هذاك باش ما تدخلش خاطر برشا ناس تعملها مصيده باش تجي تتأثر الإنسان يقول له برا مشي يشرك الأرض هيك هاهم بحالك مثلا بمئة مليون وقيدها بعشرة ملايين بركة على القباضة باش ما تخلصش برشا ومن شيرة أخرى يجي اللي يملك معها الشياء ويشفع فك الأرض هيك والشاري الأصلي يعطيه العشرة ملايين ويخرج يدو على راسه أور معناها مثل ما نصرح بها اللي مصرح بها الموجود في العقد بيصير مش هو يقول بعد 100 مليون هاك انت حاط في العقد 10 ملايين حتى القضاء القاضي يحكم له الفايت ب 10 ملايين فقط ما يحكموش اكثر بون يزيدوا مصاريفك مع تحرير العقد ومصاريف التسجيل صحيح لكن ما يزيدوا حتى شيء اخر. دونك
باش يتفادى السيد هذايا اللي شراه وهو الحصنية والآخر على سونية اللي باع على سونية، يلزم اللي شراه يسجل بالفالور الصحيح بالقيمة الصحيح، شراء بمئة سجل بمئة، وهكاك حتى كان باش يجي واحد آخر مش يشفع مش يرجع ميته. واضح يعني جزء هذايا زاد حفظ للحقوق. ايه طبعا ربي راهو سمع حاجه نقولها لك، سمع الحاجه هذه ما يعلموش بها برشا ناس. فما ناس تشري بالمبالغ هذه وكتصير له وهو حياته كله يلم في 100 مليون انا جيت نبارت كوا 100 مليون يلم فيه ويا ربي كيفاش مخبي فيهم بالمليون بالمليون ولا باللي هو بعد 20 و 30 سنه باش يشري دويره كما هكا ولا باش يشري في الشعقار، خاطر اللي بشوفها في العقار تكون هكا. يجي انسان في لحظة متحيل في لحظة يسلبوا أكل 100 مليون ويخليها السوء ذي نجم يقالوا حتى يدخل في بعض أكيد وساعد على برشا من الناس ونجم يكون انتقام قوي برشا من فهمت من طرف الشخص هذاك فهمت هنا لا يعذر للجهل يعني بجهل للقانون يعني صحيح. لازم تكون عارف بحقوقك وواجباتك. هو باش يحمي روحه باش يحمي روحه ويكون تكون العملية قانونية وما يخاف من حتى شيء، يسجلها بالقيمة الصحيحة بتاعها. فأنت كي تسجلها بالقيمة بتاعها وقتها يبدأ مرتاح البال، ما عنده حتى كم يجيش فعليش يرجع له فلوسه كاب ويعطيه مع مصاريف التسجيل، وأي مصاريف تبذلت في الجانب ذاك يأخذ بتاعه. حالة ثم موضوع ثاني حبيت نبدو خاطر اتصل بي أحد المستمعين الأوفياء اللي نرجع له تحية. حصل فرط اجبتنا على الفاتورة الفواتير من المخالفات في الفواتير. ثم بعض التجار يجيهم واحد صاحبه يجيه صاحبه يقول له اخويا بالله فلان هاو شيك واعطيني المبلغ الفلاني مليون سوز ملايين ثلاثة ملايين داخل نجم صاحبه سبحان الله متاع 20 وعشرة يعمل لك يقول له مثلا يقول له هاو شيك صبه في الكونت بتاعك واعطيني مليون ولز ملايين وثلاثة ملايين تقع موجودة هذه حاجة معناها عادية متاحة. احنا كما قلت يعطيك الصحة نور مش نحكيه على الكونسيكونس متاحة ما تستسلوهاش العملية مخطرة برشا. كيفاش اكشاك اللي اكل فلوس صبيت عندي في البنك بتاعك غدوة كمش تعمل يجيوك القباضال مراقبة الفئات مش يحسبوك عليها راهو مش يعتبروها مربوح 100% باه ووصفوا لك عليها خطيه ويعملوا لك عليها محضر. احسب انت الاداء ذاك مش خلص عليه 100% ضريبه على الدخل ومش خلص عليه 20% 19% تيفيا ومش خلص عليه 0.2% تسي معلوم على المؤسسات وما شابه ذلك. ومش تقعد انت نجم تكون هذه اذا كان معها جمله اسباب اخرى سبب في رفض المحاسبه. صح علاش انت تسلف مليون بعد تخلص مليون ونص ولا الزملاين معناك زادك ما هو 100% مش ترجع وزيدك الخطيه توصل معناها حتى ال 40 50% إشكالية رأي ذي سي إبراهيم برشا حتى يعني تحسن المح حكيت مع برشا من الناس وأنا واحدة من الناس واجهت الحكاية اللي برشا في تونس التجار ساعات حتى تلقاهم مش ناس اللي كنت تتعامل مع التجار بالجملة وأغلبية التجار اللي تلقاهم بالتفصيل اللي باش تتعامل معاهم قلت ما نعطيش انا فاتوره انت انا ديجا نجيب في السلعه نتاعي هكا نسيس في روحي تلقاه هو ديجا وضعيته ماهيش قانونيه ماهوش حال الباتين ده ولا ما عندوش شي شركه يولي هو ما يعطيكش الفاتوره اللي باش يبيع ولا اللي باش ديجا وقع في اشكاليه وقد ما يشري باغ اكزومبل من عند تجار تفصيلي شنو من عند هذاك شنو من عند يلقاهم ملايين هو ديجا شاري بملايين وقت اللي يجي وقت المحاسبه في اخر العام ولازم يقدم التقرير نتاعو ويركح روحه مع القباط يلقى روحه ما عنده حتى فاتوره مسكين يمشي يتلز
يشري فاتورات بربي يبدا اعطيني فاتوره بقيمه هك اعطيني فاتوره بقيمه هك، بانه المشكله يتحطوا فيها برشا ناس يتعاملوا مع تجار بار اكزومبل التفصيل، ولا حتى ساعات تجار الجمله ما يبيع لكش بار اكزومبل بكونتيتي صغيره ولا يفرض عليك كونتيتي معينه، فانه يتلزوا ياخذوا من عند تجار وضعيتهم ماهيش قانونيه 100%، نقعوا في الخلل متاع الفاتورة اللي ما نلقاهاش وتتراكمك تريف هذيك الميتين وتثمية والاربعمية واللي وملين، ولازمك انت من بعد تثبتهم اللي انت خدت بهم سلعة واللي انت خلصت واللي انت كذا. على معضلة كبيرة هي لمحالة بوغ ايفيتي على الاقل المشاكل اموا ما نحاولوش نعملوا كما قلت انت سي ابراهيم يعني بمبالغ تكون كبيره برشا برشا ويكون فما موفمون كبير وتكون بالحق فما خلل يعني غير قانوني كبير برشا برشا اللي يقع ضحيتها برشا من الناس، وهذا تصير كل يوم راه كل يوم تصير. ان شاء الله الحكايه هذه راهو هي معضله كبيره ومعضله في نحكيوا هنا على الاقتصاد معناها الزدره تاع تونس عنده دخل خطر كما نعرفوا راهي هنا راهو ذا موضوع كبير سي ابراهيم. الناس فما اللي مسكين يحل لما كتفتوا فهمت على 5 و 6 ملي يحلك الدروغ ستور الصغير محلول ما غير اوراق قانونيه ياخذ سلعته من عند تاجر تفصيل ما ياخذش عليهم غير المو فاتوراته مواضعته مش قانونيه، وهذه نلقاو غير المو برشا في الحالات هذه موجودين. الو اسبيرون الحكايه تتحل، ولكن احنا على الاقل هنا نحاولوا انه نوعيوا بالحالات القانونيه والواجبات الجبائيه. تفضل سي ابراهيم. يعطيك الصحه نور فريمون، معناها اثرت موضوع كبير برشا واللي انا معناها شاغل بالي. باهي هو هالناس هذيا اللي ما تحبش تعطي فاتورات صح وتحرم غيرها من حق مشروع وخول القانون وأقر القانون وفيه تحرم خاصة فيه ما رأي خطايا كبيرة برشا واغتنموا شنو اللي اغتنموا؟ اغتنموا كونه الدولة الجهاز بتاع المراقبة بتاع الدولة ما عندهاش سوفيزامون داجون معناها عدد الكافي بتاع المراقبين ينجموا يعملوا الحملات بتاع المراقبة بالرغم من القانون موجود. القانون بالضبط. موجود أي موجود وثم برشا متدخلين في الحكاية ويجيك يقول لك راك اذا كان انت ما تعطيش فاتوره يشكي بيك الحريف ان يعمل لك خطيه كما اتفقنا ما فات من مليون حتى ل 50 مليون وستشني ومحبس معناها سلب الحريه حتى 3 سنين. صح اذا الناس تقول لي جاهل القانون يقول لك مثلا ما نعطيش فاتوره او باش نعطيك بوند كوموند او باش نعطيك بوند ليفريزون ولا بوند تاع هذاك غير هذا. أنا أقول لك حاجة ما بين قوسين وسامحني بالكلمة برك العبارة خاطر كبيرة برشا لك تسمى سارق وفي ذو شمعة. بالضبط. لفيت باش يعطيك حتى ورقة وطابعة فيها فوالا هذيك تنجم تهزها ضده أما بيت ما تعطيش فاتورة بالحق جريمة في حق بحق الحريف. موضة كبيرة. أنا أقول حاجة راهو هالأمور هذيا ما نكونوش هكا متشائمين ونكونوا سلبية معناها متفائلين على خاطر تو بشوية الظاهرة تنقص ولي كل إنسان يلتزم بالقانون ووقتها الناس كل في خير وسرتو اللي يخدم بلاش باتين علاش تو أنا أغلبية الناس تخدم بالباتين تجي أنت تعمل استثناء بتخرج باتين وتتمتع بالخدمات الصحية وكياس نظيف والضوء برشا حاجات معناها اللي في الخطرة أكذور في الطريق هذاك شكون يخلص فيه خلص فيه انت ما هو انت تخلص طيب يخلص فيه اللي الكونتريبيات المطالب الضريبي اللي قاعد يساهم فهمت كيفاش هي مناسبه باش اخويا كل واحد يساهم بطريف باش الدوله تنجم تقوم بال بالوجب نتاعها اكيد هذه غيالمون اشينا واش علينا دائما نحاولوا انه نطرحوا العديد المواضيع اللي تخص كل ما هو جي بي اي في اشتيك واش عليك جوك على 93 يلا تتسويت معكم في نقطة خارجية مع الكيف الكل اللي تستنى فيكم وعنا محمد لوسليتي تسويت في المباشر صوتا وصورة رغم المنصف. مرحبا يا محمد. مرحبا بك نور، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم على 93. إذا نحن متواجدين لنا في نقطة خارجية أمام مقر إذاعة الحياة فهم.
تحس تحبها برشا البلاصه هي المحله مزينه برشا من اجمل الشوارع اللي عندنا في القروير. شارع الحقيقه جميل جدا جدا واستراتيجي. الوغ الجو حلو بحذاك، قاعده نشوف هكا في حركيه هكا مزيانه في الشارع محمد. حركيه مزيانه وسيرتو يعني سقف يعني تحتون زاده يعني اليوم تمنعت الناس الكل قايله الكل الدنيا سخونه توا برشا نسمع تخونا. الوغ بالمناسبه هي الناس اللي تسمع فينا في ديارها وين ما كانوا نقولوا لهم يخرجوا يتفردوا يفردوا صغيرات يخرجوا يعملوا مارش سبورت اي حاجه تحلف تقتضي. محمد ديما معاكم الوقيته هذه ديما محمد ينصحكم بالمخش. وي على بنتينا. اول حاجه معناها يعطيكم لهم بلاسمون يقول لكم اليجي اي نخرج نسكنوا نعملوا مخش. سي تخي بيان. سيريوزمون ولا نور تقص تحفون على الاخر يعني نسمه نتاع بحر والله. تخي بيان. بي اي سي محمد عندك ميسيون اللي هي كيما العاده للسيبلي لسائقي التاكسي الكل. البارح كان ما تخونوش الذاكره تاكسي عدد 92 هو اللي ربح معنا الكادو من اهداء الفريقي جي اس ام. و اليوم ان شاء الله يسعفنا هكا الحظ نلقاو الرابح نتاعنا اللي باش يربح الكادو المزيان. اذا نور نتوجهوا للتاكسيستين نتوجهوا لهم بالكلمه اللي يسمعوا فينا توا على اذاعه الحياه فهم. نحن متواجدين امام مقر اذاعه الحياه فهم يجيونا معناتها زوج سويت وياخذوا الكادو. فما شكون ريتو عامل كلينيتو علمي؟ فوالا هذه عرفت بالحاضر. تاكسي نور رقم 149 149 فوالا قدموا له التحيه. يلا تحيه نور تبقى معنا نسالي روحنا في التاكسي ونعملوا دولاجه حتى نحن نتمتعوا طقس القروان اليوم. يلا سيدي نطلعوا للتاكسي ونتعرفوا اكيد على سائق التاكسي صاحب تاكسي عدد 149. احنا ديما باش نكونوا معاكم كيما هكا لو غادي نداء للتاكسي الكل اللي تسمع فينا. انا كل يوم معاكم كل يوم فما تاكسي باش تربح معانا. الوغ بالنسبه للناس اللي قاعده تتفرج علينا اون اتوندون هكا ديما باش نطلعوا معاكم في التاكسي نعملوا هكا دوليشه في القروان نشوفوا شنو هي الحجوة. نسمع فيك محمد. الوغ ولا شوف نور طلعنا توا في التاكسي وشنو نخرجوا نعملوا دوره مع التاكسي. دونك معايا السيد. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا. تعرف بروحك؟ كريم صاحب الحظ السعيد. يا كريم مرحبا بك. هاي كريم شو سافا التاكسي؟ الحمد لله. شو عامل فيك تقص القروان؟ اما سافا توا تروكيل توا فما نسمع دونك تحلى توا الخدمه فورا توا بارد سيرتو تسمع في هذا الحيط وربحت معنا يعني كادو من اهداء الفريقي زي اسام. معك كريم نور. سيدي هات نحكيو معاه خاطر كيما كنت نقول راهو لي تاكسي يعطيهم الصحه راهو من اصعب المهن خاصه اللي عاديهم معنا نهار كامل هكا فكلهم بوتياج والسخانه والمطر والكياسات عاد اللي عندنا اللي تساعد برشا برشا على السيقه. الوغ بالحق تحيه لي تاكسي الكل على هالمهنه النبيله هذيا. ان شاء الله احنا هكا من خلال لي كادو نتاعنا هكا نساهم وحتى هكا باش نكونوا معاكم ونشجعوكم. ان شاء الله ديما هكا الحياه فام منورتكم. ان شاء الله ديما تخرج معاكم وتكون بحذاكم. الوغ نعاودوا نذكروا كريم صاحب عدد تاكسي رقم 149 هكا ولا نور. كريم يحب يتوجه يعني بتحيه لنا في المباشره على ذات الحياه فام. تفضل كريم. شكون يحب يتوجه له بتحيه توا بالمناسبه هذه؟ والله نوجه التحيه ديك الكل تاع جوك على السلام ثلاثه خاصه نور نسمع فيهم كل يوم يعطيهم الصح. ايه المدام اكيد هكا معرس عندك صغيرات. ان شاء الله ربي يفضلهم. يعني نوجه لهم تحيه. نوجه لهم تحيه ربي يفضلهم. يعطيك الصحة يا كريم ويعطيك الصحة يا محمد. مبروك عليك الكادو نتاعنا. ما تنساش تنجم تدولو احنا ديما نخرجوا بديزونفلوب باش هكا تمشيو للبوتيك فريقي جي اس ام وتاخذوا الكادو نتاعكم اللي يعمل 66 هذا هو الكادو ليك كريم وان شاء الله مبروك عليك من اهداء لفريقي جي اس ام.
اكزاكتومون تاخذ الكادو نتاعكم من بوتيك شيرا تري بيان خرق العاد يعطيك الصحه محمد دايما شكوشي في اكيد بوتيك ثري جي اس ام شيرا الجمهوريه ونعطيكم الكادو المزيان اللي تفرحوا به وديما الحياه تفهم ام وين ستكم دائما راهو يجمع كل يوم هذا جو ليكم انتم كل سائقي لي تاكسي الوغ الجمعه هذه عندنا توا تاكسي رقم 92 تاكسي 149 وغدو نشوفوا التاكسي سعيدة الحظ اللي باش تكون الرابحة معانا وحنا هكا نكون وصلنا معكم الفان ميسيون تاعنا لليوم سينو عنا اغنية سهيل اللي ربحت افكتيفمون فوالا الاغنية التركية يعطيك الصحة سهيل كرون ميرسي لأمنا بوخيت اللي كانت معانا كوتي اخراج تقني شكر كبير لزميلتنا انس زميلنا محمد للزملاء في الديجيتال زميلنا شاكر ايضا اللي كنت مشكور حمزة بالشيخ عايشك نور ربي يفضلك ان شاء الله تكونوا عديتوا وقت مزيان معانا وكيفكم انتم يا مزيانين وربي يفضلكم ونتلقاو في موعد اخر جديد ان شاء الله إن شاء حاجه مزيانه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا كبير لي عزيز الضيف اللي كان معانا يعطيك الصحه سي ابراهيم الشهبي شكرا نور يعطيك الصحه شكرا لفريق كامل الفريق وكيف المستمعين وان شاء الله نكونوا في عند حسن الظن يعطيك الصحه سي ابراهيم مشكورين الناس كل اللي تبعتونا كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو بعد خليكم برونشي ابارمون باش يكون فما ليفينمون سبورتيف مع زميلنا عبد الله الحطاب تبعوا كل ما هو مستجدات رياضية على الحياة فهم إن شاء الله احنا نتلقى معكم غدا في نفس التوقيت نبقى لكم شكركم تصبحوا على الف خير جوك على 93 وتحفل العشوية 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة فهم حفالي وجونا عالي.